طبيب استشاري في جراحة الأطفال. غالب الظن أن هذا اللقب هو أكثر ما يرعب كلاً من الأهالي والأطفال، فدخوله في حياة الأسرة يعني أن طفلك مقبل على عملية جراحية. لكن الطبيب المصري هشام عبد القادر غير هذا المنظور تماماً، فموعد إجراء العملية تحول من موعد مخيف إلى موعد للمرح وتصوير فيديوهات تيك توك لطيفة. وبجانب هذا فإنه أيضاً يقدم على الإنترنت نصائح في تربية الأبناء والاهتمام بصحتهم من خلال شخصيته المبتكرة البطل الخارق سوبر إتش. أنا كنت سارح في ملكوت الله، زهقت من كوكبي، قلت أخد المكوك بتاعي X5x5 وكروز بيه شوية، لحد ما فجأة المكوك جاب شوية. قررت بقى أهبط في كوكب أزرق كده، وما بين كل الكواكب نزلت الأرض، وما بين كل البلاد نزلت مصر، وما بين كل الأماكن اللي في مصر نزلت فوق سطح الواد حمادة وعطل بيا المكوك. ولحد ما أصلحه بقى قررت إن أنا أعيش وأتعايش في هذا الكوكب والبلد دي، وأكتشف اختلافات كتير وسلبيات كتير. فقررت أصلح السلبيات دي بس في الجيل الجديد اللي هم الأطفال دلوقتي، وحاول أساعد أهلهم في إن هم يكونوا بصحة كويسة وقوة سوبر إتش. أنا عاوز أسافر ودوني البحر، عاوز أبقى فريش، راح أغير جو وأشوف الفيش. فكسولهم أثر فبقى كحولهم أسط، إذا ده كسولهم قطع وأنا ككزوكم صدع. نزلت مع تمساح لقيت نفسي مرتاح. من القاهرة نلتقي بسوبر إتش الدكتور هشام عبد القادر. دكتور هشام أهلا وسهلا فيك معنا بشير. أهلا وسهلا، ياي سوبر إتش. أهلا وسهلا فيك. بداية احكي لنا عن الفكرة، كيف أتت وكيف تطورت إلى أن وصلت لهذا الشكل النهائي؟ الأول أنا سعيد معاكم إن إحنا نطلع معاكم النهاردة على البث. الفكرة جت زي ما حضرتك قلتي في المقدمة، إنه دايما breaking the bad news للأهل، يعني هم بيعتبروا طبعا bad news إنه طفلي محتاج جراحة، خبر مرعب جدا وخبر صادم يعني أحيانا كتير لكتير من الأهل. فكنت بحاول طول الوقت إن أنا أدور على فكرة إن إحنا نغير الاتيتود ده، أو الفكرة إن إحنا يعني ابني أو بنتي محتاج عملية وهيخش العمليات، من إنها خبر صادم أو خبر مزعج قوي للأسرة إلى رحلة سهلة شوية. أنا عارف طبعاً ومقدر قلق الأهل، وإنه قرار إن بنتك أو ابنك لا قدر الله هيخش العمليات ده حاجة يعني مش محبوبة خالص، إنما هو موقف فرض علينا وبالتالي لازم نعدي الرحلة دي. نعم. قدر المستطاع بأقل قدر ممكن من الإزعاج. نعم. فحاولت إن أنا أخلط فكرة السوبر هيرو اللي كل الأطفال بيحبوه بفكرة الدكتور اللي ينفع يبقى هو كمان سوبر هيرو، وبالتالي الطفل يحب إن إحنا نعدي في الجيرني بتاعة أو الرحلة بتاعة العملية. نعم. طيب متى بدأت بتنفيذ هذه الفكرة وما الذي قام بتشجيعك على تنفيذها؟ بدأت تقريبا من حوالي سنة، يعني قبل رمضان السنة اللي فاتت. يعني التشجيع يعني هو الحقيقة كلها أفكار، يعني عارفة أنت مشغولة قوي طول الوقت بالحالة اللي احنا محطوطين فيها، وبالتالي أنا عمال أفكر في فكرة تخرجنا من ده. فلما وصلت الفورميلا بتاعت سوبر اتش دي توجهت إلى مجموعة من الشباب المطاف، يعني كانوا ساعدوني قبل كده ان انا عملت شوية حاجات على السوشيال ميديا، وابتدينا نفكر نرسمه ازاي. نعم. فرسمناه الاول 2D، وبعدين بعد ما رسمناه ورسمنا شكله والبدلة وتفاصيلها والالوان والموضوع كله، ابتدينا ندور على حد ينفذ البدلة دي بقى على ارض الواقع. فمرينا بعدة ستيجز، يعني من اختيار للبدلة، كان في اختيارات كلها صعبة في الأول لغاية ما وصلنا للشكل الحالي. طبعا كان عندي صعوبة بقى، هي ان انت كل ما تطلعي فكرة جديدة للمجتمع عاوزة تنشريها،
فكان التوجه للسوشيال ميديا باعتبار ان هي طبعا دلوقتي البورتال الشرعي لكل البشر على كوكب الارض يعني. نعم. وباعتباري كائن فضائي مش جاي من الكوكب ده، نزلت على كوكب الارض، فابتديت ادور على محتوى نعمله وننشر عن طريقه الفكرة. نعم، هذا ما نريد أن نتحدث عنه. يعني أنت جراح أطفال، لكن محتواك على الإنترنت ليس كله عن جراحة الأطفال، إذ أنه يشمل أحيانا نصائح في التربية والتعامل مع الطفل والصحة النفسية للأطفال. كيف تعد هذا المحتوى؟ أم أن هناك من يساعدك أيضا في الكتابة والبحث؟ طبعا طبعا، لانه يعني زي ما حضرتك قلتي، هو انا لما ابتديت عاوز بروباجيت الفكره او انشرها، لقيت ان الدخله او الدخول من الفكره لمجرد الطب والعمليات والجراحه هيبقى مزعج وصادم تاني، وانا مش عاوز اعمل ده. انا عاوز احبب الاطفال واهاليهم في فكره سوبر اتش او هذا الكائن الفضائي اللي جه على الكوكب عشان يساعد اطفال هذا الكوكب. فكان التوجه المنطقي الأول إن إحنا نتكلم على المشاكل السائدة في المجتمع اللي بتواجه الأهل أثناء تربية الأطفال. نعم. وعشان كده اتجهت لهذا الاتجاه. طبعا باعتباري مش متخصص في هذا المجال، كان لازم ألجأ لمتخصص نكتب مع بعض هذا المحتوى ونشوف آراء المجتمع، هم شايفين المشاكل الجاية منين، ويعني أكتر حاجات مزعجة للأهل إيه. واستقرينا على 30 فكرة، كان البرنامج لرمضان اللي فات، هنعرضهم في رمضان كل يوم حلقة، كل حلقة بتتكلم على مشكلة بتواجه الأب والأم في تربية أطفالهم عن طريق سكتش صغير بيأديه سوبر اتش الأول، ثم يتوجه بعد كده بالنصيحة للأهالي. نعم. طيب، المحتوى الذي تقدمه فيه أكيد إخراج وتصوير وأيضا مونتاج، حدثنا أكثر عن هذا الموضوع. يعني هل هناك فريق من المتطوعين، يعني لأن أنتم عم تقدموا رسالة بالنهاية، أو هناك أشخاص عم بيقدموا المحتوى معك؟ لا لا، هو طبعا يعني فريق، طبعا يعني استعنت زي ما قلت لحضرتك لحد كتب معايا بعد ما روحنا لزميل دكتور نفسي للأطفال وسايكولوجيست يقول لنا إيه المشاكل، ثم نصيغ المشاكل دي في قالب درامي إزاي. فاستعنت طبعا بحد يكتب معايا، ثم زي ما حضرتك بتقولي كل التفاصيل بقى بتاعت التصوير، الإخراج، المونتاج، استعنت طبعا بفريق. يعني هو احنا دلوقتي بقينا فريق سوبر اتش أكتر مننا يعني، وبقينا أصدقاء. إنما ما روحتش لشركة متخصصة يعني، أو اتجهت للمجهود البروفيشنال قوي، باعتبار إن أنا برضو بتحسس طريقي لسه يعني في الموضوع. نعم. التفاصيل كتير جدا، وعشان كده بقيت مخصص يومين في الأسبوع لكل هذا المشروع، بعيد عن فكرة إن أنا دكتور بقى وبروح عيادة وبعمل عمليات ومستشفى يعني كان لازم تخصص لها وقت. طالما أنت باشنت حوالين الموضوع لازم تخصص لها وقت. نعم. طيب دكتور هشام، لو عدنا لما قبل ذلك، لماذا اخترت تخصص جراحة الأطفال؟ مصدقيني مش عارف مين زقيني، بس مش عارف قوي يعني ما اخترتوش في الأول بيز على إن أنا كنت عارف كل تفاصيله. إنما الحقيقة لما دخلت عالم جراحة الأطفال يعني انبهرت جدا جدا احنا اعتقد التخصص يعني مش هقول الوحيد، بس تخصص الطب اللي عندنا رفاهيه ان انت يجيلك بيبي صغير لسه مولود وعنده بيبتدي حياته اللي ربنا ابتداها له بعيب خلقي او بمشكله تهدد حياته اصلا. نعم. فان انت ربنا يجعلك سبب ان انت تعملي له حاجه تساعديه ان هو يعدي من السيتويشن الصعب ده، ثم تقدري تتابعيه بقى بعد ما كبر وبقى طفل يمشي، ثم دخل المدرسة، ثم تخرج، ثم شاب كبير. الحكاية دي أعتقد أنها مش موجودة في تخصصات كتير في الطب، إنما جراحة الأطفال من التخصصات اللي يعني فريدة في القصة. نعم. فالحقيقة يعني بما أنك تتحدث عن الأطفال، خبرنا عن موقف لا تنساه مع الأطفال، يعني أو حدث صار معك. لا، الأطفال عالم كبير قائم بالذات، يعني قصة كبيرة خالص. إنما يعني عندي
حكايات كتير مع اطفال. طبعا زي ما حضرتك ابتديتي بالموضوع ان الاطفال مش متقبلين فكره ان هو داخل العمليه وداخل المستشفى. فيعني كان عندي طفل مره داخلين نعمل العمليه، وانا ابتديت اعمل فيديوز تيك توك مع الاطفال، وهي بنوته جميله وبتحب قوي اليونيكورن. نعم. بس خايفه تخش العمليات، فاضطريت ان انا انزل جيت شاب اللي في المستشفى واشتري يونيكورن، واحاول ان انا نمثل ان احنا راكبين اليونيكورن ده مع بعض علشان نخش اوضه العمليات، برغم انها كانت فكره اوريجينال يعني، واجتهدت فيها جدا، الا ان انا فشلت تماما في ان انا الغي خوفها، وفضلت متعلقه ببابا اللي اضطر يعني اسفا ان هو يبقى اليونيكورن. فيعني دي من الحاجات اللي انا فاكرها كويسه. نعم، خبرنا اكثر عن النظاره، نظاره السوبر اتش. يعني في كثير اشخاص على السوشيال ميديا يلي عم بيتابعوك بيسالوك كثير من الاوقات عن النظاره، خبرنا عنها. لا، النظارة دي جزء كبير في حياتي أنا الشخصي. أنا بلبس نظارة من وأنا في أولى ثانوي تقريبا، وبعدين حاولت بقدر المستطاع إن النظارات تبقى برضو الأطفال لما بيشوفوا شخص لابس نظارة يعني يسترعي انتباههم قوي، هو لابس النظارة دي شكلها عامل إزاي. فبقيت بحاول إن أنا ألبس نظارات ملونة، واجتهد إن أنا أدور على النظارة اللي تلابس تليق على الأوتفيت، يعني النظاره الحمراء مع اللبس الاحمر، النظاره الخضراء مع اللبس الاخضر، وعندي مكتبه كبيره جدا من النظارات. لما جينا نعمل سوبر اتش، ايه اللي بيلبس نظاره في الحقيقه؟ فدورت على حاجه في متاجر الالعاب الاطفال تنفع تبقى نظاره، فلقيت حاجه كده لطيفه جلوينج في النور، بحيث ان احنا نعملها شكل النظاره ويبقى سوبر اتش باعتباره كائن فضائي لابس حاجه جلوينج يعني. يعني أعتقد أنها مناسبة للكاركتر ككل. نعم صحيح. طيب أخيرا، إذا بدنا تعطينا أو تعطي بالأحرى نصيحة للأهل يلي عم بيتابعونا، نصيحة واحدة كيف يهتموا بأطفالهم، شو بتعطيهم النصيحة؟ لا يعني النصيحة الأساسية، بليز كل بابا وماما بلاش إن أنتوا تخوفوا أولادكم من الدكتور، لأن إحنا في مجتمعاتنا الشرقية عندنا هذه العادة، معرفش ليه، ان احنا ندي يعني نقول لاولادنا ان انتوا لو ما عملتوش كذا هنوديكوا للدكتور يديكوا حقنه. نعم. فالدكتور ده هو الشخص اللي المفروض هيساعد ابننا او بنتنا ان شاء الله ان هو يعالجه، فما تخوفوش مني، بلاش موضوع الحقنه ده، واكيد بلاش موضوع ان احنا هنعمل لك عمليه ونعمل حاجه. نعم. حاولوا تخلوا اطفالكم يبقوا اصحاب للدكتور، والدكتور يبقى صاحبهم، لان ده هيساعدنا نعدي سيتويشن صعبه. صحيح. دكتور هشام عبد القادر، كنت معنا من القاهره بلقاء جدا استمتعنا فيه، كل الشكر لك.